أهلا بكم. على مدى أسبوع شن المسلحون هجمات متتالية في جنوب حلب ضمن عملية هجومية واحدة هدفها فتح ممر عسكري آمن يعيد بشكل دائم ربط ريف حلب الجنوبي الغربي بالمنطقة المطوقة في أحياء حلب الشرقية. استراتيجية المسلحين اعتمدت على تمهيد بالقذائف المدفعية والصاروخية التي استخدم بعضها للمرة الأولى، ثم تقدم أعداد كبيرة من الآليات والمدرعات المفخخة التي يقودها انتحاريون باتجاه نقاط دفاعية محددة بهدف فتح ثغرات لقوات المشاة. إذا نجحت المفخخات بفتح ثغرات، تتقدم قوات من الانغماسيين والانتحاريين المزودين بأسلحة وعتاد خاص لإحداث خرق وفتح مسارب أمام القوات المحتشدة بأعداد ضخمة في الخلف. وإذا نجح الانتحاريون في مهمتهم، تتقدم قوات المشاة المؤللة والراجلة وقوامها عدة آلاف في كل اتجاه مدعومة بأعداد مماثلة بهدف الدعم والتعزيز. أما إذا فشلت فيعتمد المسلحون تكتيكا بديلا وموازيا بحيث يعيدون الكرة بسرعة وبالزخم نفسه بهدف استنزاف المدافعين وعدم منحهم الفرصة لإعادة التثبيت والتموضع. الجيش السوري وحلفائه من جهتهم عاملوا على امتصاص هجمات المسلحين المتتالية ومنعهم من تحقيق هدفهم في فتح الممر العسكري الآمن بشكل دائم، ولتحقيق ذلك استخدم الجيش السوري وحلفائه تكتيكات دفاعية جديدة. هذه التكتيكات تقضي بتثبيت كل الخطوط الدفاعية الممتدة بالمستوى نفسه من الجهوزية بهدف عدم خلق نقاط ضعف يستغلها المسلحون، وبذلك يضمن الجيش الاستخدام الأمثل للقوات والعتاد والمحافظة قدر الإمكان على أرواح المدافعين. أهم ما في استراتيجية الجيش أنه لدى بدء هجمات المسلحين ينسحب المدافعون إلى مسافة معينة مفسحين المجال لتقدم المسلحين، عندها يتم استهدافهم بالأسلحة المباشرة والصواريخ الموجهة وغيرها، ثم بالاشتباك المباشر إذا لزم الأمر. وبالطبع وبشكل متزامن يقوم الطيران الحربي وسلاح المدفعية باستهداف مؤخرة الهجوم ونقاط التعزيز الخلفية الممتدة عشرات الكيلومترات. هذا التكتيك مكن الجيش السوري من امتصاص وإفشال أكثر من 6 هجمات كبيرة للمسلحين امتدت لأيام، فيما كانت الخسائر البشرية قليلة جدا بين الجنود. قد يقول البعض أن استراتيجية الجيش السوري فشلت بعد سيطرة المسلحين على الراموسة ومنطقة الكليات في الهجمة السادسة، إلا أن هدف المسلحين المتمثل بفتح ممر آمن بشكل دائم لم يتحقق بعد، وذلك نتيجة السيطرة النارية التي ما زال الجيش السوري يفرضها على المنطقة وبسبب عدم قدرة المسلحين على التحرك براحة لدخول الأحياء الشرقية والخروج منها.